مبارك هو من وجهاء قرية الجهرة البارزين ولا الدور الكبير في تطوير الزراعة في قرية الجهرة، إذ أنه يمتلك الكثير من المزارع والبساتين اللي دأب على أن يزرعها ويوليها عنايته حتى تعطي الخير والثمر. وسيحدثنا العم مبارك عن تاريخ قرية الجهرة من جميع الوجوه في الماضي والحاضر. تفضل سولف لنا عن قرية الجهرة. قرية منذ زمان حتى من حدثت قرية الجهرة؟ اي نعم، لأن بالتاريخ الأول يقولون الجهرة ساكنها حمايل قبل نسفير، لأن من عرض ما سكانها حمود قال لهم التخيل ولهم أثار موجود لقينا. أما سكنتها التالين هذولا فهو حنا السيد وحمود قال ملح بشي، وهم سكنوها 5 رجاجيل أو 6 فقط. فتكونت الجهرة إلين زادت إلين زادت إلين زادت إلين وصارت هالحد هذا. فكان الجهرة أول ما ابتدى زودها وتقدمها على شيخة مبارك الصباح، لأن شيخة مبارك الصباح أعطاها العناية الكاملة، لأنها بلد في موقعها تعتبر باب للكويت من جهة الحروبات ومن جهة المصلحة اللي تجي من البر. لأن في وقت مبارك الصباح طال عمرك جميع الجيش هذا اللي يكتبون، احنا في ذاك الوقت ما أكو جيش، البيرق ينزل الجهرة، والفداوية اللي يأكلون المعاش وهم البدو أهل المعاشات ينزلون الجهرة، ورعية بن صباح تنزل الجهرة. في ذا جهة نذر من حد الأمراء البعيدين اللي بينهم وبين مبارك الصباح مضادة زبون الجهرة وصار المنزل بالجهرة. الخلاصة أن كل جميع الحروبات اللي تحدث على الكويت كلها تنتج من الجهرة. فأول من سكنها طال عمرك حنا مثل ما قلت لك بالأول، فكان قبل سكنناها سكنوها جداننا ويزرعون زرع فقط. فأما من بعد ما شيخ مبارك الصباح لا ثبتهم وجلب لهم النخل من البصرة وجابه ووزع عليهم وركزوه وثبتوا من ذاك اليوم إلى الآن وهم ثابتين. وتقدموا مع تقدم أمراء الكويت، كل ما تقدمت الكويت تقدمت، لأن الكويت أمراء الكويت الأولين معطينها العناية الكاملة، لأنهم ما يعدونها أنها قرية من غرى الكويت، يعدونها لها مالية لهم، لأنهم يعتبرونهم مالية لهم في كل جهة، منهم مالية لهم والمركز المهم بطوارف الكويت لها المسائل هذه والجهرة. وابتلت تطورت إلى الحين إلى أن تطورت إلى أن وصلت المواصل اللي أنت شفت. وما مسألة الزراعة، إذا تسأل عن مسألة الزراعة فاحنا لحقنا على الزراعة من أبائنا، يزرعون على تكرم على حمير، والحمير يحطون عليها غروب ومحاحيل، ما تعرف أنت، حنا لحقنا عليهن ويصدرون عليهن ويصبون الماء ويزرعون عليه ويجلبون خضرتهم. كان قبل يجلبونها ما يقدرون يجلبونها عن طريز البر، لأن طريز البر ذل، أكو شبه واحد من الكويت قال له بن سند، يفهمونها الكويت على التاريخ ويعرفونها، لهم اتصال معه ويجيهم بالمزدم عند الجهرة ويشيلون خضرتهم ويحضرون معه بالشبه. فمن بعد ما حكم مبارك وتقوت المسألة قاموا يجون على طريز البر، تطورت إلى أن صارت مكاين وبطلت هذه السوالف، وجت مكاين الديزل واشتغلوا على الديزل. وكان في وقت الديزل مثلا الزراع يصرف بالشهر على الماء، على تطهير الماء، هين الزواري على تطهير الماء، يصرف له بالشهر مثل ما تقول 200 ربية على الديزل، ويصرف له 300 ربية على سايق الديزل، لأن سايق الديزل مخصوص. بعد حط لك 150 ربية أو 200 ربية على الحوادث اللي تصير، الاستهلاك مثل استهلاك السيارات اللي يصير فيها، تخترب دهن من هذا الماء. فمن بعد ما جت الكهرباء بالجهرة تطورت الجهرة أزيد من الأول، وحصل لها مساعدة في وقت ما كان الشيخ جابر وزير للكهرباء، مساعدة قوية. أول مساعدته ساعدهم في جميع تركيب الطرمبات هذه مالت الكهرباء على الحكومة، وحط لهم صيانة للطرمبات هذه اللي خربت، صلح الدائرة وتدفع الدائرة إلى 35 ربية، ذاك اليوم ربيات ماكو دينار، إلى 35 ربية هذا على الدائرة، وإذا ما زاد وما زاد على صاحبها هذه الزراعة. فتصرف الماكينة إيش كثر تصرف اللي قبل نصرف فيها 500 أو 600 ربية أو 700 ربية مصرف على الماكينة وتوابعها تظهر الماء، الحين تصرف لها 100 ربية هذا في وقت الربية، تصرف 100 ربية كهرباء.
افتكيت منه الصبي اللي لان احنا شغل الديزل وافتكيت من الديزل وافتكيت من الحوادث وافتكيت من هذا وبديت تكسب فلا شك ان في هالوقت هذا ظهرت المسألة الواحد بعشرة للزراع الربح. لا شك حنا يا أهل الكويت يمكن تهيى الخير أكثر من الزراعة. ولذلك أعطيناها قفا ماكو أهمية لها إلى هذا كله. لكن أرض الجهرة صالحة للزراعة. صالحة لكل زراعة.